من جانبه أشاد معالي الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدا أنه يعد أحد الشواهد على ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. أجدها فرصة طيبة بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بمناسبة هذا الإنجاز الوطني الذي ما هو إلا أحد الشواهد على ثمرات المشروع الإصلاحي لجلالته، إلى أن أصبحت اليوم مملكة البحرين ولله الحمد نموذجا يشار إليه بالبنان في صون الحقوق والحريات بغض النظر عن دين أو عرق أو جنسية الفرد، وواحة للتعايش السلمي والأمان. وبطبيعة الحال أهنئ الأخ العزيز سعادة السيد أسامة بن عبد الله العبسي على منحه لقب بطل مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يمنح لأول مرة إلى مسؤول خليجي في هذا المجال من قبل الإدارة الأمريكية الصديقة، وتمكنه من خلال ترأسه للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهود الحثيثة المبذولة من قبل هيئة تنظيم سوق العمل تحت قيادته، من تحقيق المستوى الأول في تقرير مكافحة الاتجار بالأشخاص السنوي والصادر من وزارة الخارجية الأمريكية. وبالتالي أصبحت مملكة البحرين أول الدول العربية تحقق هذا المستوى. وما هذا الإنجاز إلا نتاج طبيعي إلى العهد الزاهر لسيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.